السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، أم لها ثلاث بنات، البنت الكبيرة صرفت وجهزت البنتين التانيين، فالأم عايزة تعوض البنت الكبيرة لأنها دلوقتي طلقت ولها بنت عندها هي بعقار، ففي محل عايزة تكتب لها المحل ده محل إيجار تستفيد بالإيجار بتاعه لحياتها، فهل عليها اسم؟ أعد. أم لها ثلاث بنات، وبعد البنت الكبيرة هي اللي صرفت على جهاز البنتين التانيين، البنت الكبرى جهزت أختيها. أيوة. تمام. فالأم دلوقتي البنت الكبرى طلقت، فالأم عندها عقار في محل الإيجار، تمام، عايزة تكتب المحل ده تمليك للبنت، يعني مقابل إن البنت جهزت في حياتها، فهل في عليها اسم؟ يعني سؤالك بصياغة أخرى، أم تريد مكافأة ابنتها لكون البنت جهزت أختين من أخواتها، فتريد أن تكافئها بما يقارب هذا التجهيز. هو المحل ممكن يكون أكثر من التجهيز، يعني 50,000 مثلا، أشياء خفيفة، أشياء خفيفة لا بأس بذلك. ليس عليها اسم ولا عذاب في القبر ولا ليس عليها اسم، اخت كبرى جهزت اختيها كل واحده ب 100,000 مثلا او 200,000، 100,000 و100,000 اصبحت 200,000، وامها اعطتها مكانا يساوي 250 مقابل هذا، فال 200,000 لو شغلوا كانوا يكسبوا، فمسائل تقريبيه، وهذه هبه مسببه، هبه مسببه، والهبات المسببة لا بأس بها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وياكم.